الصحة والجمال، لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أولادي جننوني. موضوع حلقتنا النهاردة هنتكلم عن مشاكل التربية في الوقت الراهن. طبعا كثير من بعض مجتمعنا يحدث فيه بعض المشاكل الأسرية والتربوية. هل في ممكن يكون في مشاكل يعني في الصيف بالنسبة للمشاكل التربوية؟ هل في مشاكل في الربيع؟ هل هناك مشاكل مختلفة في الأسرة؟ سنتحدث في هذا اللقاء فيما يدور حول هذه النقاط. مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في هذا اللقاء الجديد الدكتور علي عبد الراضي، أخصائي الصحة النفسية والعلوم الإنسانية. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك مستر. شرفتنا دكتور. الشرف لينا. بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا يخليك. وأنا سعيد إني موجود معك النهاردة إن شاء الله بإذن الله. ربنا يخليك يا دكتور. بخصوص موضوع حلقتنا النهاردة دكتور، يعني في بعض الأمهات بيواجهها بعض المشاكل بالنسبة للطفل لما لم يدرك ما حوله. ممكن تظن انه يكون عنده مرض نفسي، او ممكن تكون يظن ان عنده اي تاخر في مثلا سمع او تاخر في الحركه. فهل الطفل يدرك ما حوله في اي وقت يدرك ما حوله من سماع او بعض المعاني؟ تمام، هو سؤال جميل جدا جدا. ربنا يخليك. الله يرضى عنك. هو فعلا الطفل من اول بدايه الولاده، هو من قبل الولاده الفتره الاخيره، فتره الشهر التاسع، بيبدا يكتمل عنده نضوج العقل الكامل ان هو فعلا بيدرك. في دراسات اتعملت في الفترة الأخيرة في علم النفس النمو أثبتوا إن هو ممكن الطفل يتذكر حالة الولادة، بعض التمرينات وكذا وكذا وكذا. الشاهد من الموضوع التذكر ده إن هو فعلا الطفل يعني من أول ما بيولد يبدأ يدرك يتعلم. هو الله سبحانه وتعالى خلقه بذاكرة نقية جدا، بيور إحنا اللي بنحفر عليها، حتى المشاكل النفسية إحنا اللي بنحفرها عليه. مش بس كده، هو بيدرك وبيحلل وبيشخص وبيربط اهداف ده باهداف ده. إيه طب انا اتعلمت دي كده، اتعلمت دي كده. ده من فضل الله علينا سبحانه وتعالى ان هو خلقه في جسم صغير. ان هو لو كان في جسم كبير على الذاكره النقيه دي والذاكره اللي بيور، اللي هو كل ما بيشوف حد هيقلده، كل ما بيشوف حاجه بيربطها بحاجه، بيكتبها في حاجه، بيعمل حاجه، والشقاوه واللي احنا بنشوفه. فربنا عمل له الجسم الصغير ده عشان احنا نبدا ننشئه صح، نبدا نعلمه صح، نبدا نربيه صح، نبدا عمليه التربيه الصحيحه لينا. هو بيدرك مشاكلنا، بيدرك ردود افعالنا، بيدرك احنا بنفرح من ايه، بنزعل من ايه. مش بس دكتور، طب الادراك ده هو اللي يعني ما بعد الولاده مباشره مثلا، او في اوقات معينه الادراك يدركها الطفل مثلا؟ هو من بعد فعلا من بعد الولاده مباشره، من سن المهد، من سن المهد بيبدا يدرك وبيتعلم. نعم. لما بيجوع بيعيط، لما بيعطش بيعيط، في مغص بيعيط. نعم. لان دي الوسيله الوحيده اللي يقدر يبلغ بيها او يرسل لنا المشاكل بتاعته عشان احنا نبدا نتصرف، نبدا نشوف ايه المشكله اللي عنده، نبدا نشوف الاحتجاج هو من ايه، هو ايه اللي حصل له، نبدا من خلال كده. فهو فعلا بيدرك، هو فعلا بيعرف انا ايه اللي بيزعلني، ايه اللي بيراضيني. مش بعد فتره كمان، بعد كام شهر يبدا لما انا ابتسم ممكن اخد على واجب الغذائيه بتاعتي او المهد او اتدلع شويه او اهزر. بعد كده يبدا يتلاعب على ده الذكاء بقى. انه يبدا يتلاعب على الاب والام، ده بيفرح من كذا وكذا، اسلوبه بيفرح من كذا وكذا، لا لما اتدلل عليه واتدلع عليه بالحته دي ده هاخد عطايا واخد هدايا وكذا. الاب او كذا وكذا، لا ده انت احسن من كذا وكذا وكذا، وبرمى عليه وباجي وبروح له وكذا. فده معناه ان هو بيدرك، معناه ان هو بيفهم، معناه ان هو ذكي. بس مشكلتنا احنا، يعني هو فعلا الطفل لمرحله معينه عنده ذكاء ما شاء الله، عنده ادراك قوي جدا، عنده ذاكره بيور. يعني احنا ذاكرتنا اختزلنا عليها، فرمتنا عليها، حطينا برامج تطبيقات، حطينا حاجات، مشاكل نفسية، مشاكل اللي بتواجهنا في الحياة، ظروف عمل، ضغوط كذا. لكن تخيل ذاكرة بيور انت جبتها وعمال تحفر عليها. فبالتالي نصيحتي للمربيين والعاملين في العملية التربوية ان هو يبدأ يبني صح للذاكرة دي، يعني يبدأ يبني فيها حاجات صحيحة، ما يحطليش مشاكل، علشان انت اللي انت بتدخله هيطلع لك في صور سلوكيات، في صور ردود افعال، في صور تصرفات منه، هتزعلك، هتفرحك، كذا كذا. فهو بالتالي احنا نختار احنا بندخل ايه لطفلنا، احنا بنحط جوه الذاكره دي ايه، احنا بنحفر وبننقش عليها ايه. فدي مش مشكله، دي مشكله انك انت عندك ذاكره بيور. احسن او على قد ما تقدر ابني فيها صح، حط فيها سلوكيات صحيحه، حط فيها تنشئه صحيحه.
ما تهدمهاش، ما تبوظهاش، وما تقولش دي المشكله بقى، دي المشكله الخطيره. ان بعض اخواتنا واخواتنا وزوجاتنا في البيوت لا ده هو لسه ما ادركش، لسه ما فهمش، لا لسه مش عارف حاجه، ده صغير، بيتركوه لمده طويله حتى لا يدري ما حوله. بالظبط، هو انت بتعمل تلف للذاكره، انت بتعمل زي صدى كده، لو قطعه عندك معدنيه بتعمل لها صدى، بيتراكم عليها بعض الاتربه وكذا وكذا، وبيتعبنا في الاخر لما نيجي نصلح او نبني او نعمل عليها حاجه. هيبقى في يا جماعه في مرحله من النمو لازم ناخد بالنا منها، في مرحله النمو، مرحله الطفوله المبكره دي مرحله يعني انا شايفها ممتعه جدا جدا للعمليه التربويه، وشيقه جدا جدا للعمليه التربويه، ومفيده، هتساعدني بعد كده، هتلغي عليا كم من المشاكل كبير، هتغنيني عن كم المشاكل اللي انا ممكن اقع فيها بعد ما يبدا يكبر ويتحرك ويروح هنا ويجي من هنا، طب رايح فين، جاي من فين، مش عارف ايه. لا انت من كنت بدات من الاول. فبالتالي يا جماعه نبدا عمليه التربيه بدري شويه، ما نكسلش، ما نحاولش نتاخر ونتناسى زي اي ظروف. مشكلتنا يعني مشكلتنا كلنا، يمكن انا من الناس اللي فيها التسويف، لا يكبر شويه وهبدا مش عارف يحصل له وانا هبدا والله وهعمل كذا واعمل كذا. يا جماعه لا نبدا بدري. ليه هو وما يدرك ان الوقت اللي هتبدا فيه عمليه التربيه ان ده الوقت الصحيح، ما ممكن يكون الوقت الخطا، او ما يدرك كمان ان الوقت اللي هتبدا فيه عمليه التربيه تكون انت خالي النفس او ذهنك صافي او عندك قابليه واستعداد انك تربي. نعم انت ممكن بعد فتره هتيجي تعلمه فتلاقيه ما بيسمعش، ما بيعملش الحاجات اللي انت بتقولها. وده كمان ممكن يا دكتور الرب عدم الثقه عند الطفل بعد ما يكبر، الاعتماديه والتواكل. برافو. طبعا بيعمل اعتماديه وتواكل عند الطفل فعلا، بيخليه هو خلاص من اول ما بدا هو ايه عمل إيه؟ عملنا انكماش لشخصيته، ما بيناش، ما نحشناش الشخصيه بتاعته، ما عملناش بروز للشخصيه بتاعته، فبالتالي يبدا هو ايه يا اما يقلد ويقلد غلط وياخد كل سلبياتنا وسلوكياتنا الخطا ويحاول يردها لنا، واحنا ده جاب الحاجات دي منين؟ ما انت ما واخدش بالك وانت بتسجل. صح. فتاخد بالك كتير جدا جدا في عمليه التربيه، ناخد بالنا كتير اكتر كمان ان هو فعلا بيدرك ما لا ندركه احنا. نعم. لان هو بيدرك لانه عايز يتعلم، عايز يكتسب معرفه، عايز يكتسب اطلاع، فبالتالي هو ايه الحل اللي قدام غير ان العالم اللي موجود حواليه، البيئه المحيطه، البيئه الاجتماعيه والبيئه النفسيه والبيئه التكنولوجيه اللي حواليه بيحاول يستفاد منها، يستفاد من الاجهزه اللي حوالينا، دي بنعمل بيها ايه؟ دي بنستخدمها في ايه؟ هو راحت المطبخ تعمل ايه؟ طب جت من هنا عمل ايه؟ بابا جه من الشغل حط حاجته فين؟ كذا، فهو جاي بيسجل، مبرمج مسجل، انا شايفه انه اذكى مسجل في العالم الانسان البشري، خاصه في مرحله الطفوله. بيسجل احنا ممكن حاجتنا ما نسجلهاش، لدرجه ان هو لو اتعود بتشوف حاجتك فين وبعد سن السنتين وابتدى يدرك وانت نسيت الحاجه، ممكن هو يفكر، هو يفكرك. صح. ممكن هو يفكرك انت بتحط الحاجات دي في المكان كذا، طب انت شفتين، تلاقيني حتى بعض الحاجات بالبساطه كده. الستات في البيوت مثلا حاجه ضاعت منها او استخبت في مكان وحطيتها في مكان وبتتنرفز، حطيتها فين؟ فهو عايز يهديها شويه. ماما انت بتحطي الحاجات في المكان ده، اهدي بس، يبدا هو اللي يعالجها مش هي اللي تعالجها. نعم. طب استكمالا للنقطه دي دكتور، بالنسبه لحاله التذكر بقى والنمو، توضيح حضرتك النقطه ديت بالنسبه لاستكمال النقطه اللي انت اتكلمت فيها برضو بالنسبه للتذكر. التذكر طبعا حاله التذكر عند الطفل ما بنعبس بيها في حاله التسجيل، انا قلت ان في حاله التربيه، في حاله ان انا اساعده انه يتذكر، هو مش بينسى، هو ممكن يكون المدخلات اللي احنا دخلنا بيها غلط، ممكن الادوات اللي احنا بندخل بيها عمليه التربيه وعمليه التعلم ده كمان في سن كبير، احنا بندخلها بمعلومات خطا او بندخلها بصوره خطا او ما بندخلهاش بصوره شيقه، بحيث ان هو يقدر يرجع ليها، يقدر يستذكرها، يقدر يستفاد منها، وممكن يكون حطيناها في صور جامده. يعني ايه جامده؟ يعني ما يعرفش تطبيقاتها، ما يعرفش يربطها في اهداف، ودي مشاكل، دي من مشاكل عمليه التعلم بعد كده في سن الكي جي والتعليم الاساسي، ده ما بيعرفش يالف من باء ولا كذا ولا كذا ولا ارقام، لا عشان انت ممكن حطينا له الحاجات في صور جامده. كمان نكبر شويه يقول لك ايه فايده الماده التعليميه دي؟ انا بستفاد منها ايه الماده التعليميه دي؟ عشان احنا برضو ما حطيناش ربط اهداف الماده التعليميه، ربط اهداف ان انا بتعلم الحاجه دي ليه؟ استفاد منها ايه؟ تطبيقاتها في ايه؟ تطبيقاتها من البيئة المحيطة، تفاعلي مع البيئة المحيطة بالحاجات اللي أنا بتعلمها، أنت بتتعلم كذا كذا علشان يحصل في أهداف كذا، أنت بتتعلم مثلا الصلاة علشان عبادة الله سبحانه وتعالى، أنت بتتعلم التعامل مع الآخرين بشكل لائق وكويس عشان تعمل مظهر شخصية ليك ومكانة اجتماعية ليك، على فكرة ده هو بيدرك المكانة الاجتماعية من هو 6 شهور. من هو 6 شهور؟ من هو 6 شهور بيدرك المكانة الاجتماعية، ولما تزمه أو كذا بيعرف ردة أفعال الذم.
لو بصيت له بغضب بيعرف، هو لما نطرت فيه او علقت صوتك عليه بيعرف، يعني بيعرف بيعرف هو. بس الحمد لله ان ربنا بيأخر كلامه شويه، بيأخر المشي شويه عشان احنا نقدر ننحته، نقدر نبرز الشخصيه بتاعته، نأسسه صح، نقدر نعلمه الحاجات الصحيحه. لكن لو هو انطلق كده وما شاء الله هيبقى حج عليه ده. نعم. اتعلمتولي كذا وعملتولي كذا، لا خطا، طب دي هعمل بيها ايه؟ فاحنا بقدر الامكان يعني قدر المستطاع ان احنا نحاول نحط في الذاكره حاجات سليمه، ما نحطش حاجات مشوهه. مشوهة اجتماعيا، مشوهة نفسيا، برضو بنراعي في حتة التنشئة الاجتماعية احترام العادات والتقاليد. نعم. في الجيل الحديث بيقول لك في مشاكل اجتماعية، ما بيحترمش الكبير، ما بيحترمش الصغير، بينطر في ده حتى المدرس بتاعه، ودي مشاكل دي برضو من البداية. نعم. يا جماعة نرجع لها من البداية، هو علماء النفس طبعا أشادوا ان عملية الإدخال الصحيحة في مرحلة النمو الأولية دي بتساعدني في بناء الشخصيه والتصرفات الناتجه عنها، يعني مصادر السلوك اللي بتحصل لي، رده فعله، هب في وشي. طبعا فيني احنا لغايه فتره قريبه لما كان الطالب او الابن رفع ايده كده كانت مشكله، اكيد طبعا ما اعرفش احنا ليه يعني تراجعنا عن المشكله دي. ده رفع ايده في وشي، ده مش عارف عمل ايه. يا جماعه احنا نشوف نعمل عملنا ايه، ما احنا لو خليناها من المدخلات الصحيحه لما هو بيكلمني او انا بعمل له كده او باهين في شخصيته في مرحله التذكر حتى لو سن صغير هيفتكرها. نعم. وهيفتكرها اني امر عادي، انا ما عنديش حته موازين الصح والخطا والصواب والعقاب، ما عنديش الموازين دي، فبالتالي هيردها لي في صوره سلوك، في صوره ردود افعال، وانا هزعل. طب ما انت اللي دخلت غلط. نعم. او هو عملها في المدرسه واشتكوا منه، طب ما دي غلط. نحاول ناخد بالنا من السلوكيات اللي احنا بنعلمها له، لان هو بيسجل صح، بيسجل صح جدا جدا، وبيربط التسجيلات اللي بيشوفها، وبيربط اهداف عمليه التسجيل باهداف التعلم. انا اتعلمت الحاجات اللي اتعرفت عليها، فناخد بالنا ان هو بيسجل حاجات وجدانيه، حاجات ادراكيه، حاجات معرفيه، وبيطلعها لنا في صوره سلوك. فلو احنا دخلناها صح هنستريح كتير جدا في الفتره الاخيره، واللي ما يبنى عليها يبنى صح. يعني لو احنا اسسنا كويس هنبدا هنبني كويس. ومرحله التاسيس مش من الكي جي او الحضانه او الروضه، لا ده من مرحلة من أول بداية الرضاعة، من أول الولادة يبدأ. كل ما كان الجو هادي، عملية التسجيل هادية، ما فيش فيها علو صوت، ما فيش فيها تشنج، ما فيش فيها إهانة لشخصيته. نعم. لأن هو ليه شخصية احنا بنبرزها بنساعده عليها، يعني الله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو من هديه والبصمه الادراكيه اللي خدها من الخلق سبحانه وتعالى احنا بنبدا ننحتها، بنشيل بس بعض الحاجات وبنطلعها، بناخد بايده عشان يطلع. نعم. ما نسيبهوش، ناخد بيده عشان يطلع. يعني ما هو للاسف يا دكتور ان بعض الامهات زي ما انت حضرتك بتقول ان هي بتتركه فتره طويله بسبب عدم استيعابها، ان الطفل لم يدرك ولم يعي الا في فتره محدده، مثلا بعد الحضانه، بعد دخول المدرسه في السنين الاولى مثلا. فدي من الاسباب السلبيه بالنسبه للام لابنها، ان هي بتتركه فتره طويله بدون ما تعيه ما حوله او باي تعليمات يتعلمها. بالنسبة يا دكتور للمذكرة النفسية والسجل النفسي عند الطفل، هو في فعلا المذكرة النفسية والسجل النفسي دي حاجات من التقارير والحاجات اللي انا عملتها. عملت مقياس اسمه التذكر والسجل النفسي. نعم. بيستخدموه الاخصائيين النفسيين والعاملين في عملية التربية. ده حضرتك عملته كبحث ولا هو المقاييس دي بتتعامل وبتتحكم من دكاترة كبار جدا جدا، وبتتنشر، هي منشورة في مكتبة الأنجلو المصرية. نعم. ومنشورة برضو على صفحة على الفيسبوك على عبد الراضي موجودة، وبيستخدمها الباحثين في عملية التربية وفي عملية التنشئة الاجتماعية. أنا هقولها بشكل مبسط عشان حتى العامة يعني أو مش متخصصين في عملية التربية. نعم. أو الستات البيوت يقدروا يستفادوا منها. كل السلوكيات اللي بتحصل من طفلي بسجلها، بس مش بسجلها، ممكن لو انت متقدمه شويه عايزه تحطيها في ورقه او قلم تعملي دفتر او نوت خاص بيه كده بعد رد الافعال اللي حصلت منه. هنا التسجيل انا بدات في السجل اللي انا عامله او المقياس اللي انا عامله ده، كمان دي المقياس ده بعيد المدى، لان انا بعمل سجل بيستخدم لبعض القيادات وبعض كذا وكذا، اللي بيستخدم ده في سجل شهري، ردود افعال وسلوكيات شهريه بسجلها له، بعد كده ربع سنويه كل 3 شهور، بعد كده نصف سنويه كل 6 شهور، بعد كده سنويه وتقييم.
فايه السلوكيات اللي صدرت منه؟ انا لما عملت رده فعل، يعني الهدف من السجل يا دكتور التقييم ولا مثلا في شيء اخر؟ لا طبعا تقييم ومتابعه وبرنامج تربيه وعلاج. نعم. يعني على حسب انا استخدمت المقياس ده في ايه؟ هل استخدمته في عمليه بحثيه على مجموعه اطفال ولا في حضانه؟ بحيث ان مثلا في بعض المدارس المتقدمه حاليا او المدارس الدوليه بتبدا بتاخد من الحضانه بتاعتها لغايه الثانوي. نعم. فده انا بنصحه باستخدامهم، هو موجود ومتوفر. نعم. اللي هو بعض كتير جدا لما بنزل زيارات لبعض المدارس الدوليه او بعض المشروعات في المدارس الخاصه بقول. طب هنكمل النقطه دي يا دكتور ان شاء الله، معانا تقرير هنشوفه ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام معانا تقرير هنشوفه ونرجع نعلق عليه. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام. اللي حاب يشاركنا بالبرنامج يشاركنا بالارقام الظاهره امامكم على الشاشه. دكتور، يعني تعليق حضرتك بالنسبه للاساليب الجميله اللي بيتعامل بها الاب مع اولاده. طبعا هو الاسلوب الصواب والعقاب ده معروف، ولكن بدايه العقاب اولا ده سن معين. نعم. لكن احنا خلينا نرجع شويه ورا شويه، يعني هو دايما لغايه فتره الثمان والتسع سنين ده اسلوب كله ثواب، اني اساوبه ومفيش عقاب فيه خالص. فازاي؟ في بعض اللي هو التقرير طرح بعض المشكلات وبعض الحاجات اللي هي ممكن نستفاد منها في عمليه التربيه والثواب والعقاب. جميله جميله. نعم. لكن مهما كان يعني مشاكل التربيه في مصر او في الوطن العربي مفيش قوالب، يعني ايه؟ نعم. حاجه اتفسرت بشكل معين اطبقها، لا. مدى ادراكي انا لسلوك طفل دي كمان مشكله بتواجهني لبعض الحالات لما بتجيني. سلوك معين عايزه او اكافئه عليه، لا مش فاهم هعمل ايه، مش فاهم عن شخصيه طفلي غامضه شويه عني. لا دي مشكله بقى مش عند الطفل، لا دي مشكله البرنامج بتاعتك فعلا. ولاد جننوني لدرجه جنان ولادها ليها خلوها مش مدركه تفهم سلوكهم. نعم. فمش واخده بالها من سلوكهم، فاكافئهم على ايه؟ طب هو عمل صح ولا غلط؟ لا يا جماعه نثقف تربويه، دي حاجة مهمة، مش نتعلم تربية، لا ثقافة التربية علشان أعرف أكافئه إزاي وهتجاوب معاه إزاي. هو عمل سلوك صح، طب عمله ليه وأكافئه عليه إزاي وأحفزه عليه إزاي إنه يعمله مرة تانية. عمل سلوك خطأ، السلوك الخطأ من بداية العلاج بتاعته مش وقتي، لا ممتد. ودي اللي نوهنا عليه في المرحلة بتاعت السجل، إن هو عمل سلوك سلبي في وقت السلبية اللي على حسب طبعا نوع السلوك اللي هو عمله، كسر حاجة، زعق، ضرب، على حسب ايا كان السلوك الخاطئ اللي هو السلوك السيء اللي عمله. فهبدأ بقى اسجل الفترة الاولى، يا اما هوقف توقيف ان انا اوقف السلوك وهجمد الموقف علشان هو حاليا غير مستقبل لعملية التربية وعملية التنشئة، فما ينفعش اديله حاجة هو مش هيستقبلها مني. فهبدأ اجمد، بعد كده هبدأ بعد كده اعالج، اختار اوقات المعالجه فيها اللي هي امتى بالظبط كذا كذا، حتى اوقات ان انا اديله الهديه او العطيه او الثواب اللي انا بساويه او المكافاه ممكن اديها له في وقت هو منتشي وفرحان وبيلعب. لا. فبالتالي اوكي ليتس اوكي، حاجه جت خلاص ماشي. ما اضافتنيش، ما انا حاليا منتعش ومرح ولعب وبجله يعني. لكن حسيت ان هو شويه ملان، اخليها عامله مفاجاه. طب اتفضل. طب هناخد الاتصال ده يا دكتور ونرجع نكمل النقطه تانية. اتفضل استاذ حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل يا باشا اتفضل. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابن الكبير دايما بيبقى متعصب وبيضرب اخواتنا الصغيرين، نصحته كتير بس مش لاقي اي نتيجه معاه، وخصوصا لما اكون في الشغل برجع بلاقي ضرب اخواته وبيعيط وكده، فمش عارف اعمل معاه يعني. ضرب مش نافع معاه، انصحه برضه مش نافع، فمش عارف اعمل معاه ايه بالظبط. ماشي، في اضافه ثانيه يا استاذ حسن؟ لا شكرا. ماشي بشكرك، شكرا جزيلا على الاتصال. تمام. استاذ حسن بيعاني يعني من مشكله كبيره قوي. هو بيعاني منها كل الابهات على فكره. ده علاجه ايه يا دكتور بالنسبه لي؟ يتعامل معاه ازاي ده؟ مع الابن العصبي او هو متقلب المزاج، اظن ان هو قال حاجتين، قال جملتين تشخيصيتين زي ما بنسموها عندنا، اللي هو بيلاقيه عصبي وبعد كده بيروح يلاقيه بيعيط. طب هو بيعيط عايز ياخد حاجه؟ طبعا في حاجه اضافيه، طبعا في فسحه، في خروجه، طبعا في هديه، طبعا في حاجه حلوه. طب ايه سبب العياط؟ نحاول دايما يا جماعه المشكله نعرف اسبابها ومسبباتها. نعم. يعني فعلا نحاول تبدا تعرف المشكله سببها ايه؟ ايه العامل اللي سبب المشكله دي؟ تدليل زايد، انا مدلله زياده ومدلعه زياده،
مقصر في حقه، ما بقعدش معاه فتره كافيه، ما بقعدش اتكلم معاه. هو دايما عمليه التنشئه يا جماعه لازم نقعد مع الطفل ونعلمه سلوكيات زي ما قلنا، نحن ننحت في الذاكره بتاعته والادراك بتاعته والوجدان والمعرفه عشان تبقى قيمه عنده. نعم. عشان تبقى قيمه عنده، فبالتالي احاول اغير يعني ايه، احرك. بس لو انت حاطط منهج تربوي او عارف انت عايز تربي ولادك على ايه، خلاص اغير بس الادوات، احط حاجه مكان حاجه، اشوف ايه اللي هو ممكن يخليه يبقى مندفع، ايه اللي يخليه ممكن يزعل، ايه اللي يخليه ممكن يغضب، ما ممكن دلع زايد، هزار زايد. نعم. معوده على حاجات عفويه، معوده على الارتجال في البيت. واخد حقوق مش حقوقه، يعني ممكن مديله حاجه اكتر من حقوق، خاصه لو هو عنده اخوات. نعم. خاصه لو هو عنده اخوات، فاعرف بعد كده في فرق في التعامل، ما فيش فرق في التعامل، في معامله حد عن محد. ممكن يكون المشكله في الطفل اللي هو عنيد ده، ان انا بعامله اكتر معامله وبديله اكتر اهتمام من حد تاني. نعم. فهو بيحب بقى يبرز شخصيته. نعم. طب بالنسبه دكتور للمكافاه السلوك السيء، يعني احنا ممكن شفنا في التقرير انه مثلا بيكافئوا باقل شيء اللي هو كان يعني بيحب حاجه فقللها شويه مثلا، ده انت شايف في اي اسلوب اخر لمكافاه السلوك السلبي عند الطفل؟ هو طبعا التقرير كان عارضها في حته ان احنا ممكن بنعملها، يعني مكافاه السلوك السلبي، هو احنا نعالج السلوك السلبي. هو طبعا قالها ده مثال بيحصل. نعم. ان انا راجع من شغلي في ضغوط العمل والظروف اللي احنا بنعيشها من العمل، فعايز بعض من الراحه، فانا متعود ان وانا جاي بجيب حاجه معينه وبديها له بانتظام. وطبعا ده الصح، ان احنا بندي الحاجه الحلوه بانتظام، يعني عشان. نعم. حتى الصحه الجسميه والصحه النفسيه بعد كده. فهو عشان بيزن ومش سايبني اخد وقت الراحه بتاعتي او البريك بتاعي، فبالتالي بيزن، فخلاص خد الثانيه وانا اشتري دماغي واريح دماغي. من وانا دماغه وما اتجننش معاه، فبالتالي اهدي. فدي احنا كده انت كفأت السلوك السيء خلاص. حته ان هو مثلا اهان حد، دي مشكله ان احنا بنكافئها في العمليه التربويه في التعليم الاساسي. زعقت عنه، رمى حاجه، اهان حد من زمايله، وبعد كده رحنا محتضنه في البيت. ضربت مين؟ ايه ضربت مين؟ هو ضربها غلط. نعم. تحاول تقومه مش تشجعه. ضربك اضربه، اعمله. لا يا جماعه، كده انت بتبني شخصيه غلط. وفي الاخر يقول لك لما يكبر يبقى شخصيه. هو يعتقد ان هو بيربي فيه الشجاعه دكتور، صح؟ هو في اعتقاده كده، الاعتقاد السيء للاسف يعني. طبعا لا. الشجاعه مش كده. الشجاعه انك تعمل قياده، تخليه هو مدرك في اختياراته. نعم. تخليه هو يعرف يختار ايه وما يختارش ايه، ويحدد علاقاته، وتشجعه على العمل الاجتماعي واللي هو الاستقبال الاجتماعي، لما اكون موجود معايا ضيوف او كذا، عمه فلان، خاله فلان، سلم على كذا، استقبل معايا كذا، اخده في بعض الحاجات الخفيفه معايا. ده اللي بيبني فيه الشجاعه والقوه والقياده، مش ان هو حد ضربك اضربه، لا. طب ما تخلوش الحاجه كده، او لو حتى في بعض يعني بين الفصول او كذا او كذا، او بين الحصص، حصل حاجه زي كده، ما تحاولش تتصعب. هو يقدر يعلمه ازاي احتواء الموقف ومعالجه الموقف، ده صح. لكن يرجع لي هو ضرب حد او واخد حاجه من حد او شد حاجه او بوظ حاجه واقول له احتضنه لا، هحاول يبقى فيه وقفات ايجابيه لتصليح السلوك وتعديل السلوك. نعم. طب يا دكتور، بالنسبه للمذكره النفسيه او السجل النفسي اللي احنا اتكلمنا عنه قبل التقرير او قبل الاتصال، استكمالا للنقطه دي. طبعا هو السجل النفسي، انا قلت لكم ان هو شهري ونصف ثانوي. نعم. وربع ثانوي وثانوي. نعم. اللي هو اي سلوك بيظهر مني، يعني النهارده الفتره دي على مدار الشهر حصل منه نمو، لان فتره النمو، نرجع نقول فتره النمو بتكون. نعم. النمو العقلي والنمو الادراكي اكثر مراحل لغايه سن المراهقه، يعني دي بتكون قوه خارقه مرحلة النمو العقلي. ودي دايما لما طبقنا اختبارات النمو العقلي او السن العقلي والسن الجسمي، اكثر مرحلة بيكون فيها السن العقلي ناقض وصارخ المرحلة. نعم. قبل المراهقة يبدا خمول بقى في فترة المراهقة، ويبدا يشتغل تاني في مرحلة في معدل الطبيعي. تمام. نعم. فالمرحلة دي بيكون فيها مراحل النمو كتيرة او كبيرة جدا، فبالتالي نبدا نسجلها، ناخد بالنا من السلوكيات اللي هو عملها، من تصرفاته، من رد افعاله، الحاجات اللي هو ايجابيه عملها، الحاجات السلبيه، كم حاجه صح عملها، كم حاجه موافقه لعاداتي وتقاليدي وعرفي ومجتمعي، كم حاجه موافقه لتشريعاتي، كم حاجه عملها غلط، كم حاجه سلبيه، كم حاجه مهينه، كم حاجه انا ما ربيتهوش عليها، كم حاجه هو اتعلمها من بره. نعم. فمن خلال كده ابدا. طب المرحله دي مرحله دراسيه، ان انا باخد النقاط. الصفحه اللي بعديها بقى مرحله التقييم. طب هو خرج كم مره؟ قبل مين؟
زار مين، قعد مع مين فتره طويله جدا جدا، المدرسه فيها ايه اللي حصل الفتره الاخيره، في يوم رياضي، في انشطه حصلت بره، في انشطه حصلت جوه، في نشاط حصل عندي انا، في قابل حد من عندي قعد بره شويه ما خدتش باله منه فتره، انا عن نفسي انشغلت في ان انا اقعد معاه فتره. فبالتالي الحاجات دي كلها اصنفها. طب بعد كده المرحله الثانيه 3 شهور هبدا بعد كده اقارن بين ال3 شهور دول، مقارنه بسيطه هي ممكن ما تعديش النص صفحه يعني. فاقارن بقى، وفي الارقام بتاعتها ان هو مثلا الشهر ده خد مثلا 5 من 10 ايجابي وسيء 2 من 10، الشهر اللي جاي كذا، الشهر الثالث كذلك الامر. في ال3 شهور الاولين اجمع المجموع الكلي بتاع ال3 شهور واطرحهم على المتوسط بتاعهم، هيديني ال3 شهور الاولين. كذلك الامر العمليه في النص في ثانوي، كذلك الامر الثانوي، وبعد كده الف اقفل السجل ده، وبعد كده ابدا السجل الجديد في مرحله مثلا بي او سي او ايا كان يعني المرحله اللي انا ببدا فيها. بعد كده هبدا الجمله التشخيصيه عموما للسنه دي، السنه دي كان اكتر تفوق دراسيا، كان اكتر تفوق في التعامل الانشطه في معمل العلوم، في معمل الدراسات، او في الماس او الرياضه اللي هو اتعلمها، او ايا كان النشاط اللي هو بيعمله، او المواهب اللي هو بيتعمل، كان اكتر نشاط، كان اكتر تحركا، لكن كان في بعض السلوكيات الثانيه، فابدا اوازن بينه وبين نفسي. وطبعا الحاجه دي اكتر حد بيكون فاهم برضه اللي شغال في العمليات التربويه والامهات والاباء. يعني ما فيش حاجه اسمها ان الاباء والامهات ما عندهمش وعي، لا ده هم عندهم وعي، وممكن مش لازم اسجل بينه وبين نفسي. ما انا ذاكره طفلي، انا السجل بتاع طفلي وبعرف له كل ما حدش بيعرفه اكتر مني. ماشي، بس يا دكتور لازم ان يكون في يعني رد فعل بعد تقييم اول وتقييم تاني، يعني ما تركش بقى يعني اكثر من تقييم، حتى يعني لا اترك امور سلبيه بالزبط. يعني بالطبع ان انا اقيم ويكون في رد فعل للاول تقييم، ما تركش مثلا ربع سنويا زي ما تقول ربع سنويا بالفعل مثلا، رد الفعل يكون في اول باول، ولا طبعاً اترك المسافه الطويله بعد كده في رد فعل؟ لا برافو عليك، لا تمام طبعا لازم لكل مرحله فيها التدخل السريع والعلاج المهني اللي انا بعمله له، او السلوك التربوي. ممكن يكون خطأ في مدخلاتي انا، ممكن يكون الخطأ في المدخلات اللي انا بدخلها سلوكيا، الحاجات اللي انا بعلمها له، بعلم له حاجات هو عايز يتعلم اي بي سي كذا كذا، او يتعلم يعني الدرجات ده مرحله اولى مستوى اول مستوى تاني. لا ممكن يكون هو المستوى الاول ادركه، فبالتالي هيعمل شغب عشان هو خلاص هو عنده ذاكره وادراك اعلى، فبالتالي اخش على المرحله الثالثه عشان اشبع رغبات التعلم اللي عنده. مش بس كده، الحاجات الايجابيه ابدا اقومها واحفزها عنده، الحاجات السلبيه اشوف ايه اللي حصل فيها. وانا قلت ان هو ايه، تبدا تراجع مع الحاجات السلبيه والتصرفات السلبيه والسلوكيات السلبيه اللي هو عملها، الحاجات السيئه اللي هو قام بيها، او ردود افعاله اللي انا مش مرغوب ان انا احطها فيه او ازرعها فيه، ابدا اقومها معاه واشوف انا دخلت ايه، وابدا يا اما اكافئه. ماشي. او طب يا دكتور هنكمل لو في اضافه للنقطه دي ان شاء الله بعد التقرير ده ان شاء الله. معانا تقرير هنشوف ونرجع تاني مشاهدينا الكرام. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا الكرام. دكتور يعني انا شايف بعض التعليق للتقرير، بيقول لك يعني اذا تحدث الصغار يجب ان يسمع الكبار، لكن للاسف هنا في معظم الثقافات العربيه عندنا يقول لك اذا تحدث الكبار يجب ان ينصت الصغار، فما يعني تعليق حضرتك على هذه الحكمه؟ طبعا انا بقول لك الحاجه جميله، ان ممكن احيانا يكون الحل عنده واحنا مش واخدين بالنا. نعم. ممكن يكون الحل تحتينا واحنا مش واخدين بالنا، لا نسمعه، نبني شخصيته، هو عايز يشارك، هو حاسس ان ليه ملامح شخصيه، فبالتالي انا اشجعه واسمعه وحتى لو ايه هو مش عيب ان انا لما يتكلم اسمعه واخلي اللي حواليه، انا كده ببني شخصيته. بيقولها كده البلدي، بكبره، انا بخليه يتعلم ان يقعد مع الناس ويتكلم ويتحاور مع الناس وابني شخصيته، والغي الخوف الاجتماعي. ناس كتيره جدا حاليا بيقول لك الخوف الاجتماعي، لما بروح ازور خالي او خالتي او جده او جدته، او بيشوف عمامه مثلا، تحس ان هو ايه حصل انطواء وانكماش واستخبى فيا، ده هو عايز يخش كمان فيا من كتر الخوف الاجتماعي. فهو دي بقى المشكله من كده، لما هو ابتدى يتكلم وابتدى اسكت، قاعدين مع ناس، لا عيب ما تتكلمش، لا حاول ناخد فرصه، دي من عمليه التربيه، لكن نعملها ثقافه في المجتمع، ان لما طفل صغير يتكلم نحاول نسمعه. طالما كلامه ايجابي لغايه بعد كده، ممكن لو هو ابتدى يتعافى على الحديث، او ان هو يعمل صدور بعض الازعاجات، افهمه لا انت اتكلمت، فتعرف امتى تتكلم وامتى تسكت. وبيفهم. وبيفهم حتى لو كان صغير، وبيدرك وبياخد باله، بس شرط تديله انت المكانه الاجتماعيه اللي تناسبه. ما حاولش احجز شخصيته او الغي شخصيته بالكليه،
لا هاخد بالي جدا جدا منها. بالنسبه كمان للتقرير ده، تقرير جميل جدا جدا، هو طبعا اشاد واشار لبعض السلوكيات الايجابيه ومعالجه بعض المواقف اللي احنا ممكن بنكررها بشكل احنا مش واخدين بالنا او بنحسبها ان هي من العمليه التربويه، ان انا ازعق فيه او اصرخ فيه او ان انا ابالغ في حته المكافاه بتاعته او اهمل حته المكافاه الدراسيه. هو اشار فيها ان لما بيعمل انجازات ان انا ما بكونش حاضر او موجود، لا دي بتاثر وبتذكرها فتره طويله جدا جدا، لان هو المنتج بتاعي. فكذلك الامر لما المنتج بتاعي انا بيشرفني او بكون فخور بيه، ده بينعكس عليه ان هو يطور من ادائه. لما يحس ان ابوايا مهتمين بيا، بيحضروا مثلا انجازاتي وابداعاتي ويشاركوني لحظه النجاح، فبالتالي انا احاول اكرر هذا النجاح وهذا الابداع عشان احصل على ايه؟ مكافاه اكتر ومكانه اكتر وترحاب اكتر وتواجد اكتر. طب يا دكتور سريعا كده، دور التربيه في التنشئه عند الاطفال، دور الام الاب بقى والام سريعا كده لكده اوشك انت حلقتنا النهارده. طبعا دور الاب والام، نركز على دور الاب لان الام اكتر حد بيعمل دور التربيه. فبعض الامهات، ودي مشكله تجيني في مشاكل، بتقول لي لا انا ربيته الفتره الاولى ولو سمحت ما تدخلش في تربيته. غلط. بعض الملامح الجنسيه تحدد من خلال قطبين، سالب وموجب، اب وام، فلازم يعني يتربى في كلاف الاثنين، ياخد بعض العادات والاجتماعيات والتنشئه الاجتماعيه من الاب، بعض الصح والخطا والردود والتواجد بتاعه من الاب. يعني في صديق ليا دكتور ايهاب، فبوريه صوره لابنه لبس لبس ابوه كده وبعتها له على واتساب يعني كبير، فبقول له زي، قال لي اصل انا بقعد معاه كتير جدا، فهو ايه حلو حلو ان هو بيقلد ابوه، بس قال لي انا بحاول بقدر الامكان بكون ايجابي عشان هو بيقلدني، عشان هو مدرك بيا. فكذلك الامر دور الاب مهم جدا جدا في عمليه التنشئه، ومن البدايه من الاول لازم يعرف اب وام، حتى وان كان غايب او مش موجود فتره، بقدر الامكان الفتره اللي موجود فيها يحاول يكسبه بعض العادات والتقاليد الصحيحه والتنشئه الصحيحه. طبعا ما يحاولش يبعد بالكليه او ينطوي بالكليه. كذلك الامر الستات ما تحاولش ايه تنفرد هي بعمليه التربيه، ولعلمك عمليه التربيه من اجمل العمليات وممتعه جدا جدا جدا، ويا جماعه لازم نستمتع بالتربيه، نحب التربيه، نحاول يعني ايه نعيش التربيه صح، نعيش لحظات اولادنا، نموهم، مشاكلهم، ظروفهم المعينه، اضطراباتهم المعينه، مشاكل الخطوات، مشاكل الاكل، مشاكل الاسنان، لا دي عمليه ممتعه وليست مهينه او ايه قرف واكتئاب، لا 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 لا، دي هي عمليه ممتعه. ويقصد طبعا دكتور هيثم ان هي عمليه البرنامج بتاعك كان جنون للمتعه، جنون النشوه، وليست جنون للاضطراب النفسي او الهوس، لا هو جنون متعه التربيه، ازاي استمتع وانشو بلحظه تربيه اولادي، ازاي استمتع بتواجدي معاهم. يعني والحمد لله ان عندك اولاد، يعني شوف غيرك ما عندوش تاخر او كذا وكذا، ربنا يرزق الجميع ان شاء الله باذن الله. طب دكتور سريعا بالنسبه للهوس الاطفال اللي الالعاب والفيديو والحاجات ديت، هل هناك اي يعني اي ايجابيات او اي سلبيات؟ بس سريعا بقى، سريعا النشاط الرياضي، النشاط الاجتماعي، النشاط الثقافي، القراءة، القصص، وان نحاول اقرا القصص دي في المرحلة الصغيرة. المرحلة الكبيرة احاول بقى نشاط. كان برضو راجعين من الجامعة وصديق ليا بيوصلني، فبقى لي انا في محل لعب مشهور على صلاح سالم، فقال لي عايز اجيب هدية لابني عشان نجح وكذا، فقلت له هجيب لي، قال لي هجيب له خيمة وكذا وكذا، فقلت له طب ما تخليها نشاط. قال لي يعني، قلت له يعني بالعكس، ده انت هتخليه فرح مرحلة الصيف كلها ينشغل بان هو كيفية صناعة خيمة في المنزل. اوكي بحاجه بسيطه جدا، هات يا سيدي شرشف او ملايه كبيره جدا وتشاركوا الاتقان العمل والتصميم والابتكار، وتبعدوا شويه عن الديجيتال والالعاب الالكترونيه، عنده مهام، عنده ادوات عايز يعملها، عنده وظائف عايز يعملها، عايز يحقق الطلب اللي هو عايزه وتشرف عليه، مش انك اعملها، لا لا عملت النهارده، طب ازاي ابتكر، طب وريني في حلول، في يعني كانك بتتعامل مع حد كبير وهو فعلا عقليته بتدرك. فتحاول دايما يا جماعه ناخده من حته العزله والانطوائيه وان احنا نسيبه، وما هو شايفنا كلنا معانا اجهزه لوحيه وشغالين، يا اما قالوا يا اما في تويتر، فيس، واتساب، فده هو شايف عايز محاكي التقليد، ان هو عايز يقلدني، فبالتالي ابدا العاب، طب فيديو الاقي فيها اثاره، فيها تجديد، وما شاء الله يعني نتمنى التوفيق لكل الناس والصلاح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي عبد الراضي، اخصائي الصحه النفسيه والعلوم الانسانيه، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم، واتمنى ان يكون لنا لقاء اخر ان شاء الله. بشكر الساده المشاهدين وبشكر كل المتصلين على حسن المتابعه، انتظرونا في لقاء جديد ان شاء الله الاسبوع القادم. كان معكم هيثم عبد الرشيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أولادي. تواصل مع قناة الصحة والجمال، الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv، ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.